ورتل القرآن ترتيلا. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معانا فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب.